هل في أولويات للست غير إن أنا أبقى عايزة راجل حنين، راجل طيب جدع، راجل معايا في تصرفاته، راجل يقدر يحميني، يقدر يصرف عليا، يقدر أحس إن أنا ما أقدرش أتحوج لحد وأنا معايا راجل؟ الستات دايما متطلباتها أو أولوياتها أغلبها نفسية. هل في أولويات أنا مش واخدة بالي منها كست؟ يعني أنا بجري دايما ورا الشكل، إنه يكلمني كلام حلو ويجيب لي وحاجة ويصرف عليا ويخرجني ويفسحني ويبقى شكله حلو قدام صحابي وأهلي ومركز اجتماعي كويس. يعني كل الحاجات دي أنا بحس إن هي من جواها حاجات هي اللي بتخلينا ننفصل، بس إحنا مش عارفين. ده صحيح جدا. طب نقدر نقول أولويات الست وأولويات الراجل؟ أولويات الست إنها تحس إنها ست، إنها حضرتك كنتي من شوية بتقولي إنه يحميني، يبقى ظهري لما أعوزه ألاقيه. لأن أنا أنثى فأنا محتاجة ظهر، لأن أنا مش ظهر، أنا ما بمسكش السيف والدرع وأطلع أحمي نفسي أو أحارب من 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 أجل البيت. فأنا عايزة حد يحمي البيت، عايزة حد أحس معاه إن أنا آمنة بالأمان. وطبعا ده دايما بيعمل اختلافات في الطاقة في البيت. لو الست مثلا كانت بتكسب أكتر من الراجل، لو الست كانت بتشتغل زيها زي الراجل، ده بيعمل خلل في الطاقة في البيت، فبالتالي بتبدأ طاقة الراجل ما توصلوش من الست إن هو يحس إنه راجل، لأن ذكرتها عليت، فما بيبقاش هو قادر يقوم بدور إنه يحميها. أحميك إيه، ده أنت راجل زيي. بس في اللاوعي هو مش منتبه لده. وهي كمان تبقى محتاجة ان هو يبقى راجل ويحميها، وهي مش واخدة بالها انها ذكورتها عليت. ما هي غصب عنها، انا مش عايزة ادخل في الحتة دي، غصب عنها. في ستات بيبقى غصب عنها. صحيح هي جد. بتشتغل عشان تقدر تشيل البيت، عشان هو امكانياته اقل منها، وده مش عيب. صحيح، مش عيب جد. ان الست تقف. صح. احنا بص دلوقتي بقينا نقول ايه، الست بقت سند وظهر لجوزها. كنا زمان الراجل بس هو اللي بيبقى سند وظهر لمراته. القصة دي بتعمل خلل جامد جدا، لا واعي. ومحدش بيوعى لها، ولا هو ذنبه ولا هي ذنبها، مش ذنب حد. بس احنا محتاجين لما نوعي الدنيا نظبط الدنيا، فتبقى فاهمة انها لما بتعمل ده محتاجة دايما تبعت له بوعي بقى. أيوة. تيبس وحاجات صغيرة تفهمه ان انت لسه راجلي.